جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال مطول ملخصه أن الاختلاف كما يذكر كثر في مسألة القصر والمسافة التي يجوز للمسلم أن يقصر فيها الصلاة، فمنهم من يقول 80 كيلومتر، ومنهم من يقول 84، ومنهم من يقول أقل أو أكثر. وحينئذ يسألكم القول الراجح في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. نعم، اختلف العلماء في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فمنهم من يقول هو مطلق ما يسمى سفرا ويحمل له الزاد والمزاد دون نظر إلى المسافة، ومنهم من يرى أنه يحدد بمسيرة يومين للراحلة، وهما بالمسافات العصرية 80 كيلو تقريبا، ومنهم من يحدد ب3 أيام للراحلة. كل له وجهة، والذين حددوه بيومين قاصدين استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين سفرا يحتاج إلى محرم، فدل هذا على أن المسافة المعتبرة هي مسيرة يومين للراحلة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي عليه العمل والفتوى في هذه البلاد، ولله الحمد.